يقول: أجلس في مجلس فيه رجال كثيرون وخاصة من كبار السن، يتكلمون بكلام بذيء وكلام فيه شتم وغيبة ونميمة، وعندما أنصحهم وأبين لهم الحكم في ذلك لا يبالون بكلامي، وربما لا يستمعون لقولي ويتحججون بقولهم: ماذا نقول إذن؟ وكيف نتكلم؟ وماذا بقي لنا من الكلام؟ فهل جلوسي معهم فيه إثم علي؟ فأكون ممن استمع لهم ويكون مثلهم؟ وماذا أفعل؟ أفتوني مأجوري. يجب أن تكون مجالس المسلمين نزيهة من الكلام البذيء، كلام المحرم. وهناك من أنواع الكلام المباح الشيء الكثير، كأن يتحدثوا عن أمور دنياهم أو عن أخبار الماضية أو ما أشبه ذلك، أو أن يقرأوا من كتاب ويستمعوا. فالحمد لله هناك مجال للحديث كثير من غير الكلام المحرم. وأما من استمر على الكلام المحرم في مجلسه فإنه يناصح وينكر عليه، فإن لم يمتثل فإنه تجب مفارقة هذا المجلس لئلا يكون جليسهم شريكا في الإثم معهم. ولا يكفي أنه أنكر عليهم أول مرة أو ثاني مرة ثم بعد ذلك يجلس ويقول: أنا أنكرت. هذا لا يكفي. إذا رأى منهم عدم تقبل للنصيحة واستمرارا الكلام المحرم فإنه يعتزل مجلسهم ويسلم هو بنفسه. نعم. ربما فضيلة الشيخ يروج بعض العامة لهذه الحجة أنه إذا كان الكلام في فلان حرام والكلام حرام ففيما نتحدث، هل من بيان لهذا؟ تحدثون في أمور مباحة من أمور دينهم وأمور دنياهم، تحدثون في أمور مباحة ومجالات الحديث كثيرة. إنما الغيبة مجال واحد منها فقط والباقي كله غير غيبة. نعم، الغيبة والكلام المحرم كل هذا لا ممنوع، لا يجوز للمسلم أن يشغل به نفسه ومجلسه. نعم.